فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل لتأخير الدورة الشهرية عنها في رمضان وفي الحج، حتى فعلها بعض الفتيات اللاتي لم يتزوجن؟ نعم، إذا كان الحبوب لا تضرها في صحتها وليس لها آثار سلبية فلا بأس أن تأخذها لأجل أن تصوم في رمضان وأن تؤدي المناسك وهي طاهرة، ولكن تركها أحسن، تركها أحسن لها. لكن لو فعلته لا نقول إن هذا حرام أو هذا ممنوع. نعم.